بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نطبق بإذن الله تعالى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا نبي ياكين صلاة أستجاجد بتكبر للناس للفصل. قبل أن يدخل في الصلاة يأتي بشروط الصلاة. صلاة من أمجبات وبستفيد يا صلاة مسفرت وتشين كدمي تقوط أروت لأموال. القيام الآن يقوم ويجعل الرجلين على استقامة البدن، يعني لا يفرج الرجلين ولا يضم على استقامة البدن. نعم. كاتبلو لقومنا وقرن الناس الشاون بالانسون يتطبقون. الأصل أن يصلي إلى سترة. أقل ما يقال في السترة أنها سنة مؤكدة واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. سنة وصوندا قرطة ومكلاكا حكتولي عن بيتنا قال لي أسكمتي كبار. يستقبل القبلة ولجبنا لذرنا النظر دائما يكون إلى موضع السجود. يا إنو معرفيا سيقوان سجود كم يارك بطبوت عليه الملكات الجبار. لا يلتفت ما قلامت مزازر لا يرفع النظر إلى السماء ولا سماء ما قامان قاتت يرفع ينظر إلى موضع السجود. سجود ودمي على قبات انبار كم يدفع بطبوت عليه الملكات. لابد من القيام في الفرض. يا فرد صلاة قديك أتبلو مقوام فردنو. يجعل باطن الكفين جهة القبلة مضمومة الأصابع حذو الأذنين أو المنكبين. تكبير سيادرد يجون كفر مدافون بجرى استريت الله أكبر سيدي كبير. حذو الأذنين أو المنكبين وين بجرى تككين وين بتكشو. لا يفرج الأصابع لا يمس شحمة الأذنين. يا جرار لكل موان من كاتم الجبا مضمومة الأصابع حذو الأذنين أو المنكبين. أعطتكم دقيق ونربة بجرار استريت ويبتك الشار. يقول الله أكبر كذا الله أكبر بلو. ثم يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرزق والساعد. كذا يتنجون إيه المدافون تجرجو كلاوليك كندولي لأسكمتنو على صدره كدراتولي أو يقبض قبض هكذا ويقبض مجبط مجرال نزه هاتركون دم يا سيجو. نعم إما وضع أو قبض زنبرو ما أسكمت ويمتان. نعم ثم بعد هذا يستحب له أن يقول دعاء الاستفتاح. كذي بوهالا اندقنا يا دعاء يا صلاة مقبيا دعاء على يعني اللي كرام كان يقول مثلا يلني مصر مجمري يا مقبيا صلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غير هذا من أدعية الاستفتاح الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يا صلاة مجمري مقبيا يا متعذكر سبحانك اللهم وبحمدك أو غيره بما يتيسر بما ورد هنبيات بمطع وبحفظه بما تيسر الله. ثم يستعيذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذاك الطبع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبسمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم كالطبع بسم الله الرحمن الرحيم من الله. لابد من قراءة الفاتحة كاملة كذا فاتحا بملول كرام ثم يؤمن يقول آمين كذا شجرس آمين لله. ثم يستحب له أن يقرأ آية فأكثر أو سورة كذا يودد النطال يهوانا مراف وين هم عند مراف بزالا يودد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد مثلا لمس عليه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. ثم الآن يكبر حذو الأذنين أو حذو المنكبين يقول الله أكبر ذاك ركول يا رجسيل الله أكبر الدنيا انساء أجر وستريت ويودتك الشعور يقبض على ركبتين ولما توتشن جبت يا درك
لا يثني المرفقين، يجعل المرفقين ممدودة، لا يثني المرفقين. تسمعنا وياس كرلون اندي عربان تمالك مع ودادي موطعك اللبثي. يجعل الظهر على استقامة واحدة مع الرأس. جرباون يتنطفى تستكاكل استريت ليارجنو براسو استريت. لو ثنى هنا المرفقين انثنى الظهر. هين معنو كرمون تاتفا وبوم تاتفا. نعم، يقول مرة واحدة وجوبا سبحان ربي العظيم. عندك زي سبحان ربي العظيم يرملون يزكى. ثم يستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذا يودر النتال كاديون تجن يوم تأمر ذكر. كأن يقول يلي مثل سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالثابت. نعم. سبوح قدوس بالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كنبياتي متى أذكار وكشالو كنبياتي بتذكر بمتى وكذا سيوطى لذكر. الآن هنا بين الركوع وبين الاعتداد يقول سمع الله لمن حمده. نعم. بركوعنا أتبر ببطر ومكاكل إيهادة يمار ذكر سمع الله لمن حمده وأنتبه. الخطأ أن بعض الناس إذا رفع هنا يقول هنا سمع الله لمن حمده، خطأ، هنا قول ربنا ولك الحمد. أقوم بعالى سمع الله لمن حمده لو ما لا تستهتنا وإيهادنا سمع الله لمن حمده وما يمبالوا ربنا ولك الحمد. هكذا سمع الله لمن حمده، إذا استقام هنا يقول ربنا ولك الحمد. يتردد لك يقوم ربنا ولك الحمد يبالوكم وكتردد أبو هلان. ثم يقول الله أكبر. كذا الله أكبر. ويسجد. سجود ورد. لابد أن يكون باطن أصابع الرجلين على الأرض. باطن الأصابع. يتأتوت تاتشن ياوتشو الذي هم متواتشو يتاتواتشو جرباتشو سيوان وداتشو عمليات يوغالي هوليك. يضم أصابع اليدين إلى جهة القبلة حذو الأذنين أو المنكبين. يجوتشون مدافوتش ودا جورو استيت ودا تكشاو يستكاكلاتشو. يجافي بين ثلاث أشياء، يباعد بين الإبط هنا و نعم باهرنا بجمكاكل كفتت كفتت وبين البطن والفخذ باهرنا بجمكاكل دمو عند جنان كفتت وبين الفخذ والساق بجمنا بساق برات مكاكل كفتت يعني لا ينضم هكذا. هذا خطأ ولا يمتد يكون كالنائم. عندما تنياس ودمو أجرزكت مارجا يتقبعهم. يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة وجوبا. عندك ذي سبحان ربي الأعلى مالك واجبنا. ويستحب أن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كشالا كنبياتشين بوردو ذكر ما تأمروا يودد لنا. ثم يقول الله أكبر. كذا الله أكبر للنساء. ويجلس. يكمل. أطراف الأصابع في منتهى الفخذ مبتدأ الركبة. يتعطتو ما ترشا كبرغتو ما ترشا لهم يقبل. يجلس. يكمل. على رجله اليسرى. تاجر أجري كمات ويجعل باطن أصابع اليمنى على الأرض من الجانب الأيمن. بتني ركول اللون يتني جرون إتعتون وأبوان تكل لأدرجات ودمتر. هذه الجلسة في كل الصلاة. يتشين أتكمامات بمعن من يوم صلاة. إلا في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية أو الرباعية يتورد. يمك الرشا مكة مكة سكر أرات لك أتساقد باطنيو
ሶስት ረካ ሲሰግድ በመጨረሻው የዳን ጊዜ ግን እግሮቹን አውጥቶ ይቀመጥባቸዋል በቂጡ ይቀመጣል ናዕም ብተሻሁድ ይሐልቅ ወዩሺር ብሰባባ ተህያ ሲጋራ እንድታደርጎ አካቧ ይዞ የተስቢሕ ጊዜ ይጥቀስ ይሐርካ የድዑ ቢሃ እያንቀሳቀሰት ዋ ይቅራ ናዕም ናዕሪፍ እኑ ላቡድ ያቅራ ተሻሁድ الأخير ركن من أركان الصلاة يمدّ فشاك ما كهونا بزهو يكمت يقرع والصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام لنبياتنا عليه الصلاة والسلام دعاء صلاة الرسول نبيات صلاة الإبراهيمية يقرع يستعيذ بالله من أربع ك በአላህ ስብሐና ወተዓላ ጠብቀኝ ይበል ከአራት ነገሮች እንዲጠበቅ ወያድዑ ቢማ አሐብ ወልአውላ አን የድዑ ቢማ ወረደ ፊል ቁርአን ወሱና በፈለገው ዱዓ ይቅራ ይወደደው ከነቢያችን በወረደው ዚክር ዱዓ ቢያረግ ይወደዳል ثመ ዩሰልም ብራእሲ ፈቀጥ ከዚያ በራሱ ብቻ ያሰላም አሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላህ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بعض الناس يطقطق رأسه هكذا عندهم سواج يا سلام مرسلوا رأسات شون وزوجوا أو يسلم هكذا بمنكبي خطأ وإن جمعتك شات شون وزوجوا أو يضرب بيديها أو يحرك اليدين ويجوتنا السلام عليكم سيان كساك سلام لا السلام فقط بالرأس سلام تاب رأس بتشانه ثم بعد الصلاة ماذا يصنع كصلاة بوهر آدم ويبام بدنيا رقم من دنياه ينظر في الجوال موبايل ملكة لا يأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعقد الأنامل بالتسبيح በጣቶቹ አዝካር ሰባደ ሶላት ያለችው በጣቶቹ ተስቢህ ያድርግ በጣቶቹ በአናምሎች በነዚህ ሱብሃንአላህ ያለ በነዚህ በጣቶቹ ይትለ ወላሁ አዕለ ፊ ሱአል አሽ አስ አስ ኢላ ለቁልና ማ ማ ነሪድ አልአሽ